أعزائي المشاهدين في تاني فقراتنا الحوارية اللي لها علاقة وثيقة جدا بفقرتنا الأولى. كنا بنتكلم عن الإرهاب الإلكتروني، وبنتكلم عن يعني المجهود الكبير جدا اللي بتقوم به دول لهدم بلدنا ولهدم مجتمعنا، وإحنا عارفين أن الفرد هو نواة المجتمع، وبهدم هذا الفرد يبقى بنهدم أسرة، وبعد ما الأسرة تتهدم العائلة تتهدم، وبعد ما العائلة تتهدم المنطقة تتهدم والمحافظة تتهدم والبلد كلها تقع، وده اللي عايزينه ناس كتير جدا. طيب ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا في جسمنا حاجة اسمها الجهاز الليمفاوي والجهاز المناعي، بتجيلنا دايما أمراض والجسم بيتصدى ليها عن طريق مجموعة ومنظومة خاصة جدا من المناعة وكرة الدم البيضاء والغدد الليمفاوية وما إلى ذلك، ده للتصدي إلى الأمراض العضوية. طب بالنسبة للأمراض النفسية بقى، في برضو لها مناعة، برضو الأمراض النفسية لها مناعة عشان نتصدى لهذه الهجمات للأمراض النفسية اللي ممكن تهدم الفرد اللي بدوره هيهدم المجتمع والأسرة ويدمر البلد بالكامل. وإحنا طبعا بنتعرض لكم كبير جدا من الفيروسات النفسية اللي محتاجين إن إحنا نقوي مناعتنا لها. ده موضوع فقرتنا النهاردة، وهو المناعة النفسية، مع ضيفتنا العزيزة الأستاذة أميرة عبد الرازق عبد العظيم، أخصائية نفسية وتربوية. برحب بحضرتك يا فندم، أهلا وسهلا. في ظل هذا الضغط الكبير من الأمراض النفسية الموجهة إلينا من الخارج ومن الداخل، واللي بتفرضها علينا كمان يعني ظروفنا الاقتصادية وفي الشارع والزحمة والحاجات كتير قوي 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 قوي، عايز أعرف من الأول بس تعريف لمصطلح المناعة النفسية. هو زي ما قلت في الأول كده، أهلا بيك الأول، زي ما قلت في البداية إن المناعة النفسية زي بالضبط ما الجسم له مناعة وجهاز مناعي كامل بيأمنه وبيحصنه ضد كل الأمراض اللي ممكن تواجهه، نفس الفكرة بالضبط في الجهاز النفسي، إن كل ما زادت قدرة الفرد على مواجهة الأزمات والضغوط اللي بيواجهها والمشاكل اللي بتحيط بينا من كل ناحية زي ما قلت من الداخل ومن الخارج، كل ما زاد القدرة على مواجهته كل ما كان عند الإنسان مناعة قوية يقدر إن هو يتجنب بيها الاضطراب النفسي أو إن هو يدخل في دايرة من الاضطرابات النفسية. فمصطلح مناعة نفسية هو مدى قدرة الشخص على مواجهة الأزمات والضغوط والمشاكل والاضطرابات اللي يمنع إن هو يتحول ويكون عرضة للأمراض النفسية. كويس جدا. طب إذا افترضنا إن في إنسان مناعته النفسية ضعيفة، إذا هو المفروض إن هو له علاج؟ طبعا صحيح، يعني برضو زي عندنا دكاترة كده بتوع المناعة في تخصص طبعا، يعني زي بتوع البطنة كده في تخصص المناعة، عايزين برضو نفهم النهاردة ما هي الأعراض التي تظهر على الشخص الذي يتمتع بمناعة نفسية ضعيفة، ومن هو الطبيب أو الجهة المعالجة لرفع هذه المناعة. دلوقتي أنا لو سألتك سؤال وقلت لك فرضا أنت مثلا كان عندك طموح معين في أن أنت توصل لوظيفة معينة أو مهنة معينة، ورحت تتقدم للوظيفة دي واترفضت، مدى تفاعلك مع ده يعتبر موقف سلبي مر في حياتك أو واجهته أنت أو ضغط من الضغوط أن أنت في طموح معين أو في أو حاجة معينة كنت أنت حابب أنك توصل لها ويمكن حلمك يكون اتهد، مدى قدرتك على مواجهة أو تقبل الأمر ده ومواجهته هو هنا اللي بيحدد مدى مناعتك إذا كانت المناعة ضعيفة أو لا. فهنا انهيارك النفسي وشعورك بعدم الثقة بنفسك ونظرتك لنفسك السلبية في اللحظة دي هي اللي بتحدد إذا كانت أنت مناعتك قوية ولا مناعتك ضعيفة. فالشخص اللي بيكون مناعته النفسية ضعيفة هو بيكون ضعيف جدا، بالضبط زي يعني أنا لما بيجي لي دور برد غير لما انت بيجي لك دور برد غير لما حد تاني بيجي له دور برد، هتلاقي انا ممكن دور البرد يقعد معايا يوم يومين ومثلا افوق منه بسرعه، حد تاني لا بيتعرض لارتفاع فظيع في درجات الحراره والموضوع بيتطور معاه ممكن لاضطرابات تانيه. فهنا ده بيكون دليل على المناعه ان هو مناعته الجسديه هل هي قويه او ضعيفه، نفس الفكره في المناعه النفسيه. طيب المناعه النفسيه بقى منخفضه، اروح لمين؟ اتصرف ازاي؟ لنفسي الاول. يعني انا رايي ان هو المناعة النفسية منخفضة معناها ان الموضوع محتاج شوية رؤية شاملة لان الانسان يبدأ يفكر الاول انا قدراتي ايه، انا امكانياتي ايه، انا ايه مشاكلي، هل انا بتعامل مع المواقف او مع كل امور حياتي بشكل سلبي، هل انا نظرتي للامور في الحياة هي نظرة سلبية فقط ما بشوفش الايجابي في الحياة ولا لا.
طيب انا فشلت في ده كله ولقيت ان انا ما عنديش القدره ان انا اواجه كل المشاكل وكل الضغوط اللي انا بتعرض لها لوحدي، او محتاج حد يعلمني او يعرفني ازاي اغير، اقدر اغير من نظرتي لمعظم الامور اللي حواليا، فبالتالي هنا بلجأ للطبيب النفسي او الاخصائي النفسي ان هو بيساعدني. يعني هو الموضوع مش محتاج دواء قد ما هو محتاج ان الانسان يعرف ازاي يتعامل مع نفسه، يعرف يتعامل مع مشاكله، مع الضغوط اللي يعني ما فيش حد فينا ما بيتعرضش لضغوط. طبعا الضغوط من كل الاتجاهات زي ما ذكرت، سواء ماديه، ضغوط عمل، ضغوط في الحياه، مسؤوليات، اعباء. فكل ما زادت قدرتنا على التعامل مع الضغوط دي وعلى تنظيم امورنا والبعد عن بقدر الاستطاعه عن اللي بيزعجنا، طبعا مش كل انسان يقدر يبعد عن الحاجه اللي بتزعجه، بس بقدر استطاعنا في امور معينه نقدر ان احنا نتجنبها. صديق معين ليك مسبب لك نوع من الضغط النفسي او الاذى النفسي، ابعد عنه. اتعلم امتى تقول اه وامتى تقول لا. حد طول النهار يشتكي، حد طول النهار اه، حد سلبي بيبث الطاقه السلبيه فيك، كل دي امور كل ما احنا قدرنا نتعامل معاها وكل ما احنا عرفنا ازاي ايه الصالح لينا ونعمله، كل ما زادت قدرتنا ومناعتنا النفسيه. اكيد اكيد. وعايزين نقول برضو يعني ان هي وجود ازمه ده مش معناه ان احنا نلجا برضو الى العلاج النفسي وننسى تغيير الواقع، لا، الموضوع لازم يمشي بالتوازي، ارفع مناعتي النفسيه ضد الازمات وفي نفس الوقت احاول اغير الواقع عشان يبقى واقع بازمات اقل. عايز اتكلم حضرتك في نقطه مهمه جدا، وحضرتك ضربتي مثلا النهارده قلت لو انت رحت تقدم لوظيفة ورفضوك فبتهدم كل أحلامك وتنهار وتبتدي بقى النظرة السوداوية وهذا المرض النفسي بيبدأ. يعني ليه إحنا كمجتمع ما عندناش بلان بي؟ يعني إحنا ليه في طريقة تفكيرنا ما عندناش بلان بي؟ يعني أنا لو رحت الوظيفة الفلانية وفشلت وما قبلونيش فيها، ما بفكرش أروح طب لشركة تانية أو لمكان تاني أو أجرب حاجة جديدة. ليه دايما احنا عندنا بلان ايه بس، واول ما تتهد الخطه الاولى ننهار على طول، ما عندناش خطه بديله؟ مفيش روح مثابره عندنا. هو المشكله ان احنا دايما الانسان سبحان الله الفشل بيجر فشل. يعني انا دلوقتي نظرتي السلبيه او رؤيتي لنفسي، انا اصلا راحه بتقدم للوظيفه دي وانا ما عنديش ثقه، ان انا ما عنديش ثقه في نفسي، فبالتالي ده هيأثر على ادائي، فبالتالي انا هفشل في المهمه دي. انا لو نظرتي، انا مثلا لو حد بنت مثلا نظرتها لنفسها قليله، فبالتالي هي ممكن تقبل باي حد، اقرب حد يرتبط بيها علشان هي شايفه نفسها قليله، فبالتالي هي اختيارها بيكون خاطئ، فبالتالي بتفشل في حياتها بعد كده وترجع تقول انا حظي سيء، او الشخص اللي اترفض في الوظيفه يقول انا حظي وحش. هو مش عارف ان هو مش حظه وحش، ولا ان الحياه وحشه، ولا ان الدنيا وحشه. انت وضعك النفسي ونظرتك لنفسك هي اللي حطيتك في المكان ده، انت اللي حطيت نفسك في المكان ده، وانت برضو اللي تقدر تغير نفسك وتخرج نفسك من المكان ده، وننتقل زي ما بتقول من الخطه ايه للخطه بي. ان الانسان يكون عنده تقدير ايجابي لذاته، شايف نفسه في المكان السليم والصحيح، لا اكبر قوي من قدراتي فبالتالي هطمح طموحات تفوق قدراتي فبالتالي هفشل، ولا اقل بكتير من قدراتي فبالتالي الفشل هيكون حليفي في كل مشوار حياتي. فكل ما كانت نظره الانسان موضوعيه لنفسه ونظره ايجابيه، كل ما كان عنده القدره اكتر ان هو يكون عنده بدائل، خطه ايه وخطه بي وسي وعادي. ان دايما كمان يعني في نقطه احب اتكلم فيها هنا، ان نعمه الرضا. نعمه الرضا دي مهمه جدا، الرضا والايمان بقضاء ربنا ان هو دايما بيكون في الصالح. يعني انا ممكن اروح الوظيفه اللي انا رايحه متقدمه لها دي اترفض فيها، ممكن كان فيها شر ليه، صحيح. يعني ان قبولي في، فانا دايما ابص في للمنظور ده واقول لا، يمكن ربنا كاتب لي الخير في مكان تاني، انا هفضل حلمي وهفضل احاول، يمكن مش هو ده مكاني. فهي الامور دي كلها ونعمه الرضا والايمان بالربنا سبحانه وتعالى كاتبه لنا، كل دي حاجات بتقوي قدرتنا على مواجهه بقى المشاكل والازمات. اكيد. انا عايز اقول كمان معلومه علميه مهمه جدا لمعلومه يعني لحضراتكم، ان اصلب انواع الحديد في العالم هو الحديد الزهر. تخيلوا، هو الاكثر صلابه، الحديد الزهر اللي احنا لما بنمسكه ده بيتكسر. عارفين بيتكسر ليه؟ مش عشان هو صلب، عشان هو اكثر صلابه. اذا الانسان اللي بيتمتع بقدر من الليونه
يعني شفتوا الحديد اللي بتتبني بيه العمارات؟ لو مسكت الحديده بتاعت العمارات دي وتنيتها كده تتني العمود، وهو ده اللي بيشيل العمود عماره. اذا الانسان لازم يتمتع بقدر من الليونه، اعتقد ده هيفيده كمان ويزود مناعته النفسيه، ان هو دايما ما بيبقاش حاطط يعني. مش حاطط يعني هدفه في حته واحده، لا في اثنين وثلاثه وفي اربعه، دي باظت دي تشتغل، دي باظت دي تشتغل، دي ما نفعتش نجرب دي، ما نفعتش خالص ابص لنفسي ابتدي في مرونه اشوف انا يعني اراجع انا ايه اللي ناقصني، ما يمكن انا في امور اللي في خطوات لسه لازم امشيها الاول قبل ما اتجه الاتجاه ده. فالانسان فعلا زي ما قلت المرونه مهمه جدا في الامور دي. جميل. عايز اتكلم على موضوع مهم جدا، تنشيط المناعه النفسيه لدى الاطفال. ويمكن الطفل بطبيعته هو ضعيف جوه نفسه، يعني هو عارف ان هو صغنن، وعارف ان اي حد اكبر منه ممكن يزقه يقع، وعارف ان اي حد ممكن يقرصه ويخليه يتنطط. يعني الطفل يعني برضه لسه في مرحله نمو، وبيواجه بعض المشكلات النفسيه اللي احنا ما بنحسش بيها. يعني يمكن واحنا في زياره عائليه بتلاقي الاطفال بتلعب مع بعض، في طفل فيهم بيمارس الارهاب وبيمارس يعني العنف، واحنا ككبار قاعدين بنشرب قهوه شايفين ان الاطفال بتلعب، يعني احنا مش حاسين بيهم اصلا، مش واخدين بالنا ان في حرب بتحصل الناحيه الثانيه. كيف يمكن ان ننشط مناعه الاطفال النفسيه للتصدي لهذه الضغوطات اللي بيستقبلوها في سن صغيره جدا، يمكن من اقرانهم اللي من سنهم كمان؟ بالظبط. بس انا معلش بعد اذنك اختلف معاك في حاجه. انا بشوف الطفل يعني يمكن جواه قوه مش موجوده عندنا، احنا ممكن ما نحسش بيها وما نشعرش بيها. يعني الطفل بيكون عنده اراده قويه جدا من اول ما بيتولد، يبدا شويه بشويه يبدا يتعلم المشي، يقع وعنده اصرار وعزيمه ويقوم تاني ويحاول، عايز يتعلم ياكل لوحده، بيحارب كل محاولاتنا لمساعدته، صح ولا لا؟ كل دي قوه. بيبدا يتعلم الكلام من كلمه لكلمه لكلمه، يفضل لغايه ما يعرف ازاي يوصل لمرحله ان هو يعبر عن نفسه، يتحمل يقع ويقوم ويقع ويقوم. فانا بصراحه بشوف في الطفل الصغير قوه رهيبه. بس انا معاك في ان فعلا احيانا كتير ان الاطفال بيتعرضوا لضغوط احنا ككبار ما بنكونش مش واعيين لها ابدا. احنا مشغولين في دوامه الحياه والدنيا، وهم ولما الطفل بيجي يعبر احنا بنبص بمنظورنا احنا، يعني احنا بنبص للامر مش ان هو طفل ضعيف اتعرض لموقف صغير بالنسبه لنا احنا، لا احنا بنشوف نتجاهل هو ايه يعني، هو ايه الاطفال بيلعبوا بقى خلاص، ايه الهيافه دي، ايه اللي مزعلك يعني، مفيش حاجه مستاهله. لكن هو بالنسبه له الموضوع كبير صح، الموضوع مؤثر بالنسبه له. فاحنا لازم نتعلم من النقطه دي، ان احنا دايما نبص للامور من وجهه نظر الطفل الصغير ده، ونبدا نلتفت ازاي نعلم الطفل. يعني برضو انا في جمله دايما بحب اقولها للامهات، ان تيجي ام مثلا تقول لي ده بيضربه وده بيضايقه ده، وانا بروح المدرسه وبتخانق وبعمل مشاكل وبحميه والكلام ده كله، دايما اقول لها احنا مش هنمشي ورا اولادنا نشيل من قدامهم الحجاره اللي بتعوقهم طريقهم، لا احنا عايزين نعلمهم ازاي تبقى الحجاره موجوده وازاي يعدوا من خلالها. هي دي المناعه النفسيه وهي دي القوه، ان المشاكل تفضل موجوده وبالعكس ان انا اتغلب عليها، ما احميهوش من المشكله، بالعكس اعلمه ازاي يتعامل مع المشكله. فالنقطه دي مهمه جدا بالنسبه للاطفال، كل ما احنا قدرنا ننمي في ولادنا الجزئيه دي، وكل ما احنا علمناهم كل مشكله تواجههم ازاي يتعاملوا معاها صح، مش احنا اللي نحلها لهم. يعني انا لقيت مثلا ولد بيمارس ضغط على طفل تاني، ما جيش انا ابعد الولد ده عنه مثلا و طب انت في فصل وانت في فصل، يبقى انا كده بهرب من المشكله، انا كده بهرب من المشكله، والطفل ممكن يتعرض للمشكله دي تاني وتالت ورابع ومش هفضل طول عمري وراه. لكن انا ازاي اعلمه انت لما ما تسمحش لحد ان هو يمارس ضغط معين عليك، ما تعملش حاجه انت مش عايز تعملها، ازود ثقته بنفسه، انمي نظرته الايجابيه لنفسه، فبالتالي الطفل ده هيكون ايه؟ هيكون انسان قوي، هيكون شخصيه قويه، هيكون مش اي صدمه واي هزه تمر بيه هتوقعه وتهده. فهي دي النقط المهمه جدا. طب مرحله الطفوله. طب انت لفتي النظر لحاجه مهمه قوي 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 وانت بتتكلمي، بتقولي اقول للطفل ما تعملش الحاجه اللي انت مش عايزها. طبعا. مثلا. مش الطفل بس على فكره. ما طبعا هو الطفل والكبير وكل حاجه، لا لا ده يعني موضوع حضرتك ما شاء الله بتفتحي نقط مهمه جدا، لكن انا عايز اقف عند النقطه دي واقول هل في ام عندنا في مصر عندها الوعي ان الطفل لما بيقول لها انا مش عايز اعمل حاجه الفلانيه بتحترم هذا الرفض؟ وهل ممارسه الدور بتاع الام اللي خايفه على اولادها وبتجبرهم على
بعض الحاجات اللي هي من وجهة نظرها شايفه انها مفيده وما بتحترمش قراراتهم لما بيرفضوا بعض الاشياء، هل ده بيقلل من مناعته النفسيه؟ هل ده بيقلل من ثقته بنفسه؟ برضو عايزين نوعي الامهات. طبعا دي بتبقى اخطاء تربويه جامده جدا. وعلى فكره الموضوع اللي حضرتك بتتكلم فيه ده بيسبب مشكلتين اساسيين عند الطفل، يا اما عند شديد جدا وبتلاقيه بيعند الطفل نتيجه ان الام بتفرض عليه، هي مش مقدره ان هو كائن منفصل وله اراده وبيحاول ان هو الاراده دي هو شيء بينميه، يعني حتى لو الاراده دي خاطئه هو اللي احنا خلينا ما نبصش الموضوع بنظره مباشره، الموضوع بيبقى وراه ابعاد تانية. هو حتى لو ارادته دي هو دلوقتي مصر على حاجه والحاجه دي مثلا ممكن تكون مش انا مش مقتنعه بيها كأم، بس هي بتنمي، انا لما اديله الشعور ده واحسسه وانمي جواه انا كمان النقطه دي، الموضوع ده بيأسس ثقه بالنفس وبيأسس احساس بان هو شخص مستقل، ان هو ما يمشيش ورا اي حد علشان هو مش من حقه ان هو ما عندوش اراده، فبالتالي اي حد يقول له روح هنا يجي هنا ممكن يندرج وراه وخلاص. فهي النقط دي بتبقى مهمه جدا، الوعي بتاع الام في النقط الصغيره دي مهم جدا. انا ما يهمنيش الموقف الحالي، يعني ما يهمنيش مثلا انا عايزه البس الطقم الفلاني لايق على بعضه قد ما يهمني لا انا عايزه انمي جواه حته ان انت ليك حريه الاختيار. صحيح، النقطه دي بتفرق جدا. وبعدين حتى يعني ممكن ايه نوصل لنقطه وسط، يعني مثلا الام شايفه ان هو لازم يلبس بشكل معين، والطفل طبعا الطفل عشان يفرض ارادته عايز يلبس الشوز البرتقاني على البنطلون الاخضر على القميص البنفسجي، حاجه يعني ملهاش علاقه بس هو بيفرض ارادته. احنا ممكن نحل الموضوع بشكل بسيط جدا، ندي للطفل ثلاث اختيارات والثلاث اختيارات دول ينفعوا بالزبط. يعني الطقم الاول والثاني والثالث اللي الثلاثه ينفع ينزل بيهم، ونقول له اختار واحد فيهم، نقول له ثلاث اكلات مفيده وهو يختار منهم واحده بالزبط. بس يعني نمنحهم. هو الموضوع له مخارج ومهارب كتير قوي يعني هو الموضوع انا اقدر ان انا احسسه اديله احساس ان هو اختار كيان مستقل وبيختار، وفي نفس الوقت انا برضو بحاول ان انا بس انا بقول فرضا ان هو لا مصر على حاجه بقى هو حاجه مقتنع بيها ومش عجباني انا انا في الحاله دي انا دايما الامهات بيقعوا في مشكله ان هم بيبصوا لنظره الناس للولد، لا ده هيقولوا مثلا مهمله فيه، ده هيقولوا مثلا مش مربيه ابنك، فانا هقعده وهعنفه وهضربه علشان يقعد ساكت ومؤدب وما يتحركش كتير، ده هيقولوا كذا ده هيقولوا كذا، فتبدا هي الام تغفل صحه الطفل النفسيه وتغفل ثقته بنفسه وتغفل هي عايزه ابنها ده شكله ايه لما يكبر، انت عايزاه ايه؟ عايزاه واثق في نفسه ولا عايزاه لا حد يقول له كده يسمع الكلام يمشي هنا يمشي هنا ويبقى خلاص هو ده الصح. فهي بتغفل النقطة دي في مقابل ان هي تظهر بانها مربية اولادها وان اولادها اشيك ناس وانضف ناس والكلام ده. طب يا ريت الموضوع يقف عند كده، ده انا بقى بشوف احيانا امهات بتمارس دور يعني ان هي عايزة تثبت ذاتها وقدرتها على القيادة في عيالها بالزبط. لان هو مثلا جوزها بيمارس عليها ضغط. كل كلكعنا ومشاكلنا مع المجتمع في اولادنا. الله يفتح عليك. والنقطة دي بتبقى خطيرة جدا، يعني انا دايما انادي واقول يا جماعة ما تبصيش لاي حاجة في الدنيا حواليكي، بصي لده. ده مسؤوليتك، ربنا سبحانه وتعالى امنك عليه. انت يا اما هتخلقيه شخص قوي ونافع للمجتمع، يا اما هتخلقيه شخص ضعيف ممكن بقى زي ما انت كنت بتقول يندرج تحت اي حد، ممكن اي جماعه ممكن تسيطر عليه بافكاره وتسيطر على افكاره، فهو هنا الخطوره في النقطه دي. طب عايز اسال حضرتك سؤال، وحضرتك متخصصه في مجال يعني علم النفس والتربيه وما الى ذلك، هل الامراض الخاصه بالمناعه النفسيه لها علاقه بالجينات نوعا ما؟ هل هي امراض تورث ام ان كل الامراض النفسيه والمناعه النفسيه هي شيء مكتسب من البيئه ومن التربيه؟ دلوقتي هو الموضوع الاثنين. الاثنين؟ الاثنين. احنا في نوعيه من الناس او مجموعه من الاشخاص بنقول عليهم مستهدفين. مستهدفين يعني ايه؟ يعني الشخص ده وراثيا تاريخه الوراثي بيقول ان مثلا كان عنده في اسرته شخص مثلا بيعاني من اضطرابات نفسيه او بيعاني من اضطرابات عقليه او الكلام ده كله. حتى دايما لما بيجي لك اي مريض نفسي اول حاجه لازم تعملها ان انت بتاخد تاريخ كامل، بتعمل دراسه حاله كامله عن تاريخ المرضي للمريض والاسرته تمام. فهنا الشخص ده بنقول ان هو وراثيا مستهدف، ده من الناحيه الوراثيه. فاذا هو بس مش معنى كده ان هو لازم يكون، طالما هو وراثيا عنده تاريخ وراثي فاذا هو
يعني لكن في احتمال أكيد لكن مستهدف، بنقول انه مستهدف، ممكن لو تعرض لضغوط معينه يكون بنسبه مثلا 90% ان هو هيكون شخص هو كمان مضطرب نفسيا. ده من الناحيه الوراثيه. نيجي للناحيه الثانيه اللي هو الاجتماعيه والبيئيه، برضو في اشخاص مستهدفين اجتماعيا، زي ما كنا بنتكلم دلوقتي على تربيه الاطفال، ان الطفل ده او الشخص ده عانى من مشاكل كتير في حياته، مشاكل اسريه، كان بيعاني من عنف اسري، كل بقى المشاكل اللي بتمر بالطفل على مدار حياته بتاثر عليه في مراحل المراهقه والمراحل اللي بعد كده. فبنقول ان ده برضو شخص مستهدف ان هو يكون عرضه للاضطراب النفسي. فهو هنا العلاقه بين الوراثه والحياه الاجتماعيه او البيئه الاجتماعيه حوالين الشخص هي اللي بتحدد اذا كان هو شخص عنده قابليه ان هو يكون شخص مضطرب نفسيا او لا. طيب برضو الموضوع ده هيقودنا لموضوع تاني. اذا اتكلمنا عن المناعه بتاعه الجسم وقلنا هي مناعه لها علاقه بالجهاز المناعي والغدد الليمفاويه وكرات الدم البيضاء وما الى ذلك، هنقول ان المناعه النفسيه والمشاعر الايجابيه اللي بتخلينا نتخطى كل المشكلات مركزها ومكانها هو العقل، الجهاز العصبي، هو العقل بالظبط او الجهاز العصبي. والعقل السليم في الجسم السليم بالزبط. فكيف يمكن للامراض الجسديه ان تؤثر في مناعتنا النفسيه وتؤثر في ثقتنا في نفسنا، وكيف يمكن ان نتخطى يعني هذه الازمه ان وجدت؟ دلوقتي هو الموضوع مرتبط ببعضه كده يعني. دلوقتي الـ 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 الامراض الـ او الـ الامراض الجسديه بتاثر زي ما قلت دلوقتي على الصحه النفسيه، والعكس برضو صحيح. طبيعه الشخص وطبيعته النفسيه بتاثر على صحته الجسديه، بدليل ان مثلا لو مسكت مثلا مرضى القلب والضغط والسكر والحاجات دي كلها، دايما لو عملت بحث نفسي عن الاشخاص اللي هم الاكثر عرضه للمرض او المرضى دول اللي هم بتوع الضغط العالي والقلب والسكر، هتلاقيهم معظمهم اشخاص عصبيين. فاذا هم دول التكوين النفسي بتاعهم هو اللي اثر على صحتهم الجسديه وعلى مناعتهم الجسديه. فاذا هنا احنا في رابط قوي جدا بين المناعه بين المناعه النفسيه وبين المناعه الجسديه. لو شفت مرضى سرطان هتلاقي معظمهم اشخاص بيميلوا لكبت مشاعرهم، عندهم حساسيه زايده جدا وعندهم مشاعر وضغوط ما بيعبروش عنها وبيميلوا لكبت مشاعرهم. دايما لو عملت دراسه وبحث نفسي على مرضى السرطان هتلاقي طبيعه شخصيتهم كده. فبالتالي ان هم ده بيسبب لهم ضعف في المناعه الجسديه فبيخليهم عرضه اكتر لظهور مرض زي ده بالنسبه لهم. فهو الموضوع ملتصق ببعضه ومترابط ببعضه جدا. فاحنا نحافظ على صحتنا الجسديه ده هينعكس على صحتنا النفسيه. الصحه النفسيه والمناعه النفسيه هتنعكس بالتاكيد على الصحه الجسديه. وحتى لو في امراض اتعرضنا ليها جسديا، لو احنا عندنا مناعه نفسيه واحنا عارفين ان كتير جدا بيتخطوا ازمات مرضيه وامراض كتير عن طريق القوه النفسيه وقوتهم وايمانهم ان هم يعني ان هم اقوياء، ايمانهم بنفسهم ويقدروا يتخطوا المراحل. طيب هناك بعض السلوكيات التربويه الخاطئه التي قد يقوم بها الاب والام، لان الاب والام دول اعتقد هم التمثيليه اللي بيتفرج عليها طفل 24 ساعه طبعا، يعني طبعا. دول اهم من يعني دول التمثيليه اللي هو قاعد بيتفرج عليها وبيتعلم منها كل طبعا. حاجه. ازاي ممكن يكون بين الاب والام مجموعه من التصرفات او السلوكيات او الالفاظ او الجمل المتبادله التي تضعف المناعه النفسيه للطفل وتجعلها تنهار وتخلق شخص ضعيف غير واثق في نفسه؟ طيب طبعا حضرتك هنا هنتكلم عن حاجتين. اول حاجه انت اتكلمت من ناحيه الكلام والالفاظ، طريقتهم في الكلام او الفاظهم او توجيهاتهم للطفل. انا دايما بقول ان الطفل رؤيته لنفسه ونظرته لنفسه بيستمدها في بدايه حياته الخمس سنين الاولى من عمره من نظره باباه ومامته ليه. فانا لما هقول له يا غبي او انت غبي، فاذا هو هيتعامل الطفل ده على ان هو فعلا غبي حتى لو هو ذكاء الدنيا فيه. هو خلاص هيصدق ان هو غبي وهيبدا شويه بشويه صفه الغباء تسيطر عليه. لو قلت له فاشل نفس الحكايه، لو قلت له بطل نفس الحكايه. فاذا الطفل بيمتص نظرته لنفسه، بيستمد رؤيته لنفسه من اللي حواليه. حاجه تانية دايما بقولها برضو ان الطفل دايما بيبقى مرايه لسلوك بابا ومامته. يعني انا بتجيلي شكاوى كتير جدا، ام بتقول لي الولد ده عصبي بشكل مش طبيعي، يعني بيتعامل
بيصرخ على طول، اي ازمه يمر بيها او مشكله يمر بيها، حد يضايقه يصرخ يضرب يعني يكسر لعب بتاع اول عنيف. سؤال بتساله بتتعاملوا بعنف في البيت؟ انت عنيفه؟ انت عصبيه؟ تقول لك اه بصراحه انا عصبيه. طب عايزه ايه؟ ما هو الطفل انت مرايه ليكي، هو الطفل بيشوف مين يعني انت شايفك بتتعاملي مع مثلا موقف، انا مثلا ابنك ضايقك فتعاملتي مع العصب الضيق ده بعصبيه وبعنف، فبالتالي هو اي موقف هيضايقه هيتعامل معاه بنفس يعني الطريقه صحيح. بعصبيه وبعنف، فبالتالي هو الاتجاهين اللي هو الكلام والالفاظ ونظرته لنفسه لازم نحافظ عليها، لازم نكون عارفين احنا بنلقب الطفل بالقاب ايه وبنقول له ايه، واحنا نحاول دايما نبث جواه الايجابيه. دي اول شق. الشق الثاني سلوكياتنا احنا، انا ما اجيش اطلب ان ابني يبقى هادي وانا عصبيه، ما اجيش اطلب ان ابني يبقى ايجابي وانا سلبيه. يعني انا نفسي شايفه كل حاجه وحشه في الحياه وبتعامل مع كل حاجه في الحياه من منطلق سلبي، واطلب ان انا ابني يبقى ايجابي ويشوف الايجابيات في الحياه ازاي. طيب عايزين برضو ننتقل لنقطه مهمه جدا وهي طبيعه العلاقه بين الرجل والمراه داخل الاسره، طبيعه الاحترام بين المتبادل بين الزوج والزوجه ومدى انعكاس ذلك الاحترام على الطفل اللي بيشاهد وبيراقب. طبعا النقطة دي مهمة جدا بصراحة، لأن يمكن إحنا مشاكلنا كلها في الحياة أو معظم الأسر عندنا دايما تلاقي فيه خلل في العلاقة بين الرجل والمرأة، فبالتالي الخلل ده بينعكس أوتوماتيك على الطفل. أنا دايما كتير أمهات كتير يعني تقول لي يعني مثلا ما نتخانقش خالص قدامه، ما نعمل يعني ما نزعقش ما نعمل. أنا بقول لها لا، أنا برضو النقطة دي أحب أوضحها، أنا مش بقول لك ان احنا نوري الاطفال ان الدنيا ورديه وان مفيش مشاكل وان لا نبعد وقت كل خلاف وما يعرفش الولد ان في مشاكل ولا اي حاجه ولا نظهر اي حاجه قدامه. بالعكس انا عايزه الطفل يشوف ان في مشاكل ويشوف الخلافات، بس يشوف احنا بنتعامل معاها ازاي. للاسف احنا هنا اوقات كتير من الاب للام او العكس او عدم احترام عدم تقدير، ممكن الاب تلاقيه بيتريق على مراته قدام الولاد فبالتالي هم نفسهم بيفقدوا احترامها، تلاقي العكس الام مثلا ما بتحترمش الزوج، انا اقول كلمه وهو يقول كلمه عكس فبالتالي انا اوافق على حاجه للولد وهو يرفض او العكس، فبالتالي الولد يقع في حيره ولخبطه ويبدا يفقد احترامه للطرفين ويبدا ينظر للطرفين نظره لا ده انتوا نفسكم مش عارفين تظبطوا نفسكم، تظبطوني ازاي؟ صحيح. فبالتالي يفقد الثقه فيهم هما الاثنين. فهي النقط دي مهمه جدا، فانا ما بقولش ان ما يحصلش خلافات بين الاب والام او بين الزوج والزوجه لان مش منطقي. اي كائنات عايشه مع بعض في مجتمع واحد اكيد لازم هيحصل شد وجذب، مره هنختلف مره هنتفق، بس الاحترام بنختلف ازاي؟ بنحل مشاكلنا مع بعض ازاي؟ هل بالعنف والعصبيه واللسان طويل او عدم الاحترام وعدم التقدير للطرف الثاني، ولا بالهدوء ويعني كل واحد يقدر يوصل وجهه نظره بالراحه، فبالتالي احنا بنعلم هنا الطفل قيمه. طب انا عايز اعلم الاب والام بقى اللي بيتفرجوا عليا النهارده، وعايز اقول لهم بقى انتوا اتخانقتوا مع بعض ما احترمتوش بعض، انت بتتريق على مراتك وهي بتتريق على جوزها، انت بتكلمها بعدم احترام وهي لا تقدرك، وعمالين بتخبطوا في بعض، وابنكم ده اللي قاعد بيتفرج عليكم نزل راح المدرسه. وروحي معايا كده بقى مع الطفل ده بحالته النفسيه ديت وبمناعته النفسيه المنخفضه ديت، اوكي؟ وتعالي ندخله الفصل في وسط اولاد في منهم اللي عايز يفرض سيادته وفي منهم اللي عايز يعني يعمل عصابه وهو زعيم العصابه. يعني هل الطفل ده هيقدر يتصدى لمثل هذه الضغوط، ولا في لحظه هيبقى مجند من ضمن المنظومه بتاعه الطفل ذو السطوه الكبيره او اللي بيمارس الارهاب النفسي على الاطفال؟ للاسف انت كده وديت الطفل يعني عجينه سهله جدا وفريسه سهله جدا، لان هو يكون زي ما قلت كده بالظبط، ان هو يا اما هيكون عرضه للتنمر، بنسميها التنمر صحيح. بالتالي هو خلاص. وعلى فكره المتنمر الشخص المتنمر ده بيكون يعني يا اما حصل يعني يا اما هو اتعرض لعنف في البيت، يعني ممكن يكون يعني يكون متنمر او متنمر. اها اوكي. يعني ممكن يكون الشخصيتين، يعني الطفل ده ممكن يطلع مجرم يعني يطلع هو زعيم العصابه يا كده. ما هو بص، هو دايما كل عندنا كل حاجه بيبقى ليها شقين، زي ما قلت لك كده، ان مثلا انا بحاول افرض رايي على ابني يا اما هيطلع عنيد يا اما هيطلع يعني ماشي ورا اي حد يقول له هنا هنا هنا،
يمين يمين شمال شمال. فانا دلوقتي بودي الطفل فريسه سهله المدرسه، يا اما هيكون عرضه لان حد يتنمر عليه، لان هو خلي بالك الشخص المتنمر ده بيعرف، هو بيختار فريسته النوعيه اللي هي زي كده، النوعيه اللي هو جاي من البيت هو ما عندوش ثقه في اي حاجه في الحياه، شخصيه ضعيفه، على طول مشاكل، على طول خلافات، ما عندوش ثقه بنفسه، فبالتالي بيتلقط على طول، بيتعرف ان ده فريسه سهله. صحيح. فيبدا يتعرض للعنف، يتعرض لمشاكل كتير، او يحصل معاه العكس، ان هو نتيجه الضغط النفسي اللي هو شايفه، نتيجه الخلافات والعصبيه والصوت العالي والالفاظ الوحشه اللي بيسمعها، يجي يطبق ده بالظبط في البيت، يختار هو بقى فريسه سهله، يختار هو تاني حد اضعف يمارس، يمارس عليه يمارس عليه يمارس عليه الدور السيادي ده. فبالتالي احنا هنا عملنا ايه؟ صحيح، احنا كده احنا دمرنا اولادنا. يعني استاذه اميره عبد الرازق عبد العظيم، اخصائيه النفسيه والتربويه، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه الايضاحات. واحنا خرجنا من هذه الفقره بمجموعه من النصائح. اولا قدروا اولادكم، ارفعوا من روحهم المعنويه، شجعوهم، دايما خلوا لهم مساحه للاختيار، مش دايما تختاروا لهم كل حاجه، احترموا قراراتهم بهذه النصائح البسيطه، احترموا الاب، الاب يحترم الام والام تحترم الاب، بهذه النصائح البسيطه هنرفع مناعه اولادنا النفسيه، لان النهارده الشارع والمدرسه والاعلام والسوشيال ميديا اللي حضراتكم سايبينها مع الولاد في الموبايلات 24 ساعه فيها كم رهيب من الفيروسات، احموا اولادكم بهذه النصائح. يعني بشكرك شكرا جزيلا، بكرر شكري ليكي، وهنطلع فاصل قصير ونرجع لكم في فقره حواريه جديده بعد الفاصل، تابعونا.